يا صوت حمد يا صوت حمد يا صوت حمد يا صوت حمد. تكتل المعارضة البحرانية تداعى لعقد مؤتمر صحفي أمام مقر السفارة الخليفية في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد أن بلغ السيل الزبا وتمادت السلطات الحاكمة في البحرين في استهدافها للغالبية الشيعية في البلاد، وتجاوزت كافة الخطوط الحمراء وبشكل لا يعكس سوى ضعف هذه السلطات وهزالها. سنوات ونص من 5-6 جيوش موجودة على الأرض البحرانية لم تستطع أن توقف ثورة الشعب. هل يستطيع هذا الصعلوك أن ينال من عزيمة شعب عزمه كالجبال؟ فأنا أظن أنها النزعة الأخيرة التي لديه قبل أن تزهق روحه. هذا الواقع الذي تعيشه البحرين يحمل المجتمع الدولي مسؤولية كبرى للنهوض بمسؤولياته والتحرك بشكل عاجل وقبل فوات الأوان. وعلى المجتمع الدولي، على أمريكا وعلى بريطانيا وعلى الدول العظمى وعلى الأمم المتحدة ألا تكتفي بإصدار بيانات أو تصريحات من هنا أو هناك، مطالبة كونها تملك الأدوات القانونية الحقوقية الدولية وفقا للميثاق والإعلان العالمي وكل العهود والبروتوكولات الملحقة، تملك حق الضغط ورفع الأمر حتى باستخدام القوة لوقف هذا النظام من إبادة شعب أصيل بأكمله. ويرى البعض أن السبيل لإيقاف سلطات البحرين عند حدها يتمثل برفع ملف البحرين إلى هيئة الأمم المتحدة. حقوقياً يجب اتخاذ قرار واضح بعقد جلسة خاصة في مجلس حقوق الإنسان عن البحرين والأوضاع في البحرين، ومن ثم اتخاذ قرار برفع الملف إلى الأمم المتحدة، ومن خلال الأمم المتحدة يجب عقد جلسة في مجلس الأمن لمناقشة الوضع في البحرين. لكن بعض البحرانيين لا يعولون على المجتمع الدولي الذي لا يبدو جادا في حل مشاكل الشعوب، وخير مثال على ذلك الشعب الفلسطيني. أينما وجد الاحتلال وجدت المقاومة، الصورة واضحة جدا، هناك جيوش محتلة في البحرين، هناك استباحة إلى الأعراض، هناك استهداف للمعتقد، هناك حرب إبادة واضحة بكل معالمها، المساجد منتهكة، العلماء يعتقلون، المواطنون مهددون بالترحيل، ولا سبيل غير أن يقاوموا للدفاع عن أنفسهم. الثورة البحرانية انطلقت بسواعد أبنائها المتوكلين على الله والذين يؤدون واجبهم الشرعي في مقارعة الظلم والطغيان، وكلهم ثقة بأن نصر الله حليف المؤمنين. الهجمة الشرسة التي يتعرض لها أهليهم في البحرين دفعت بهؤلاء إلى الاعتصام أمام مقر سفارة آل خليفة الذين تمادوا في جبروتهم وطغيانهم وتجاوزوا كافة الخطوط الحمراء في حربهم التي يشنوها على أهل البلد الأصليين. ساهر عرابي للبحرين اليوم من أمام مقر سفارة آل خليفة في العاصمة البريطانية لندن.